منه. اليوم تشرفنا مع سعادة السفير الكوبي بإطلاق تسمية كوبا على أحد الشوارع الهامة في ولاية وهران. هو نوع كذلك من رد الجميل والعرفان كذلك بالمساعدات الكوبية للجزائر في الظروف الصعبة. الكل يعلم أن كوبا هي دولة صديقة منذ زمن بعيد. عندي مشاعر كبيرة اليوم، وأعتقد بأن قبل كل شيء نريد أن نشكر أولا الرعاية السامية لسيد الرئيس على هذا الحادث اليوم، ونتمنى طبعا أن تكون هذا الحادث دائما حي. وأعتقد بأن خير دليل هو هذا النهج كوبا، الذي أنا متأكد بأن كل سكان الوهران وزائريها عندما يمرون من هنا سوف يعرفون مع معنى هذه الجزيرة الصديقة الشقيقة التي دائما وأبدا ستكون إلى جانبكم.